اهلا بيكم أهلاً في الحلقه الجديده برنامج في الفرن مع فالنتينا. النهارده معظم الوقت احنا بنعمل حلويات، لكن النهارده جديده هنعمل وصفه حاجات حادقه وحاجات جميله. انا بصراحه معجبه بالوصفه جايه من في البوله او في الوصفه دي مفروض فيها الفراخ متقطعه وبعد كده بتتحط عليها شويه خضره وبتتحط عليها شويه لبنه او جبنه كريمي، وبعد كده الفراخ دي بتتحشي بيها نوع من العجينه وبعد كده بتتعلي في الزيت، طعمها حلو قوي. لكن بصراحه انا ما بفضلش اقلي حاجات كتيره في البيت، فانا قررت النهارده اعمل نفس الوصفه تقريبا بس صحي اكتر شويه. فعشان نعمل الوصفه بتاعتنا هناخد 100 جرام من زبده، هناخد معانا تقريبا نص كوب من السكر بني في البلندر، ممكن اكتر شويه كده تمام، او الكبه. وهناخد معانا كمان تقريبا معلقه كبيره من بودره الشوكولاته، هنحط شويه ملح. لو عندكم بودره شوكولاته تقيله او غامقه ما تكتروش فيها، يعني مثلا نقول معلقه معلقه شويه فلفل. لو عندكم بودره شوكولاته خفيفه ممكن نحط مثلا معلقتين او ثلاثه تمام. فاحنا وكمان كده هنسيح شويه مكونات الصوص بتاعتنا على النار، وفي نفس الوقت كركم. احنا هنبتدي نعمل المكونات تقريبا معلقه كيك او العجينه. وكمان هناخد معانا كوب لبن 150 جرام من دي عادي، هنفتح وعندي كمان هناخد 50 جرام من دي ذره زبده، مش النشا لا، برضو انا عندي دي ذره. ومعاهم هنسيح اهي 40 جرام من الذره، هي مصفره شويه. انا بستخدم انواع، عندي شوكولاته ميلك شوكليت، وعندي هنضربها الاول شوكليت هو شوكولاته غامقه، يعني مش كميه دي كلها. كمان على بعضها كمان 10 15 جرام لغايه يتعمل زي الكرامبل كده تمام. فبعد كده معلقه هنزود كبيره بيض دي تمام. فاحنا كده وهنزود كمان كده واحنا على النار، هنشوف وهنضرب حاجه عشان نشيك عليهم على بعضه. اهي عندي الصوص بتاعي هنا. العجينه كده لمت معانا وده اللي احنا عايزينه، هنديها برضو ضربه هنسيبهم يسيحوا. فاحنا في الحله دلوقتي برضو عشان نعمل الحشو بتاع الوصفه هنسيب العجينه بتاعتها تريح شويه. مفروض النوع العجينه فيها زبده ساعه، هنحط في الثلاجه لمده ساعه وبعد كده هنطلعها نشتغل بيها. بس بصراحه في الوصفه دي انا شايفه هي مش ضروري تخش الثلاجه، فبرضو عايزين نبتدي الحشو بتاعتنا. عندي هنا وحدتين من الكرات متقطعين رفيعين، هنا ربع، وعندي هنا قطعتين من بصل اخضر برضو متقطع رفيع، وعندي هنا تاني سكر هنحط بني. شويه زيت زيتون تمام، وكمان هنحط تقريبا ربع معلقه او نص معلقه من فلفل ونسخن الزيت تمام. فكل مكوناتنا تمام، وهنحط هناخدها كرات ونحلتها مع بصل اخضر هنا. الوصفه دي لو ما عندكوش عندي كمان للحشو هنا فراخ تقريبا، عندي هنا كوب ونص من الفراخ. هنزود عليه بيضة واحده تقريبا معلقه واحده من جبنه كريمي او اللبنه، هنحطها على مكوناتنا. ده برده ممكن ينفع وده ينفع، وبرده هندي تقليبة. هناخد معانا شويه شطه، حاجه بسيطه كده جاهز كده هندي تحتيه عشان تدي هندي تعليبه. لو ما بتحبوش الحاجات المشطشطه مفيش مشكله، مش هنحط الشطه، مش محتاجين اكتر من كده. الوصفه محتاجين مش محتاجين نضرب ولا بيض كرات ولا نضرب مكوناتنا على بعضها. والبصل الاخضر سهله خالص بس يطرى شويه،
تمام تمام. وهناخد معانا هنحط كمان على المكوناتنا مكونات الحشو الشوكولاته شويه ملح مش الصوص حليب الشوكولاته وطبعا اللي احنا سايقناها شويه فلفل لبن. دلوقتي هنحط كمان بصل اخضر واحنا مثلا هنحط معلقتين بصل اخضر في الوصفه دي على مكونات. هناخد كمان معلقتين من كزبره مفرومه وهنقلبهم خضرة تمام. تقريبا عندي كرات والبصل الاخضر قاعدين، احنا محتاجين بس بالطريقه دي هما يغيروا اللون ويبقى تريين شويه تمام. خلاص هنطفي تحتيهم البندق في الوصله دي مكوناتنا مهمه جدا، هيدي طعم لطيف قوي. وبرده دلوقتي هنزود الطعم البندق لما نعمل الصوص. على فكره لو مثلا يعني انا ليه فكرت في الوصفه دي، مره كنت بكلم مامة واحده صاحبتي هي قالت لي طيب بتعملي ايه مثلا لو بتبدأ عندك مكونات او زي ما انتم شايفين احنا الحاجات من الاكلات من امبارح كل يعني فعلا بسهوله. السؤال ده حلو جدا. مثلا احنا شلنا كنا اتغدينا وكل حاجه تمام، بس لو ما كملناش حاجه ممكن نستخدمها في اليوم تاني صح. فمثلا انا احط هنا اوراق فراخ وسلعتهم وبعمل بيهم الوصفه بتاعتي، لكن برضو لو عندكم الفراخ فضلا من امبارح او يعني من قبل كده ممكن تنزلوا تاخدوا الفراخ ده اربع فورم وتستخدموا في الوصفه دي يعني يعني كفكره. هاخد اتنين عشان بس عايزه اوريكم التاريخ مش اكتر من حاجه. نعمل حاجه ثانيه هنهم زبده عشان التمام. فدلوقتي عندي مكونات الحشو كده، احنا هنحتاج دلوقتي ناخد طبعا عشان العجينه بتاعتنا الكميه دي المفروض اربع كوبايات. هنقسم الكمية تمام على اربعة وهنحطها على بلانشا كده. العجينة طلعت صفرة وجميلة شوية، عجباني اللون بتاعها. ودلوقتي احنا فبرضو الصوص بتاعتنا الوصفة البرازيلي برضو في العجينة بيحطوا الكركم عشان اللون ويدي طعم لطيف كده تمام. هنحط العجينة بتاعتنا شوية، هنقسمها الأربعة جوه تمام. فاحنا هناخد الفودنج بتاعتنا في الفرن، هنقطع درجة الحرارة 180 ممكن نفردها على طول لمدة تقريبا 25 دقيقة. وبعد كده هنطلعها عشان هيبقى هما سخنين جدا وهنعمل لهم الصوص. احنا هنطلع فاصل سريع وبعد كده هنعمل الصوص للبودنج بتاعنا وهنعمل وصفة كمان. خليكم معانا، ما تروحوش. هنحتاج بس حتة من العجينة عشان اعمل بيها حاجة تانية تمام. فبرضو هنفرد عجينتنا شوية وبعد كده هناخد فورم. انا عندي فورم صغيرة تمام، ففورم عندي الومنيوم او حديد، فاحنا دهناهم بالزبدة وبعد كده حطينا عليهم بصقماط عشان لما نحط العجينة بتاعتنا والحشو العجينة ما تلزقش فيها. وبعدين عشان برضو اطلع الوصفة بسهولة انا قطعت ورقات الزبدة وهنحطها جوه في العر الكوباية تمام. فاحنا هناخد عجينتنا هنحطها جوه بالطريقة دي وهنفردها شوية، هنرفع جنبها شوية تمام، هنعمل في التانية نفس الحاجة. هنعمل اتنين بس عشان ناخد الفكرة عشان الوقت اهي. هنرفع الأجنتنا عشان نعرف نحطها جوه تمام.
تنزل العجينة عشان العجينة تاخد شكل الكوباية من جوه. ولما نطلع القطعات بتاعتنا تبقى شكلها حلو قوي. تمام. فبعد كده احنا قلنا هنعمل اتنين بس عشان اوريكم. هنحط الحشو جوه مش لغايه الاخر، هنسيب شويه مساحه كده. تمام، وادي واحده والتانيه كمان. ريحتها حلوه قوي، الكرات كمان الاخضر والبصل الاخضر عاملين شغل جامد قوي. فاحنا هنعمل ايه كمان؟ هناخد الجناب بتاع العجينه وهننزلهم تحت على المكوناتنا كده كده بالطريقه دي. ونقوي واحده كمان، هنعمل نفس الحاجه فيها. بالطريقة دي. تمام. فدلوقتي احنا عايزين نعمل حاجة كمان. هناخد العجينة برضو هنفردها تاني على الورق بتاعتنا. ممكن على بلانش على طول، مفيش مشكلة. تمام. وهناخد قطع، هنقطع الدايره كده، هنحطها فوق هنا، وفي واحده كمان هنعمل فيها نفس الحاجه الثانيه، وبرده فيها نعمل حاجه ثالثه. برده هناخد العجينه وبرده هنفردها بالنشابة، بس مرة دي أرفع سنة. تمام. وهناخد قطعة تانية مدورة برضو بس أزهر، وهنقطع بيها وهنحطها هنا فوق عشان تدي شكل جميل. تمام كده. وبعدين احنا هناخد الميني باي بتاعتنا عشان دي عامله زي باي. لازم ندي نعمل المحرج للهواء سخنه للفراخ. فنعمل هنقطع كده عشان نعمل فرصه للهواء تطلع من الباي بتاعتنا. وهناخد كمان بيضة محلوطة بشوية مية عشان ندهن وش الباي بتاعنا عشان ياخد لون ذهبي شوية هو في الفرن اهي بالطريقة دي. وهندحل الميني باي بتاعتنا في الفرن درجة الحرارة 180. هتاخد مثلا نص ساعة ممكن اكتر شوية. المكوناتنا كلها جاهزة، احنا عايزين بس العجينة بتاعتنا تتحمر. فدي اول ما تشوفوا الوش بتاع الباي يتحمر خلاص احنا كده ممكن نطلع القطعات اللي احنا عملناها. عايزة برضو اوريكم بعد ما نخلص هيبقى شكلهم كده. فاحنا هنطلعهم بالطريقة دي. ماشي. هنشيل ورقة الزبدة عشان مش هنحتاج فيها. قطعتنا شكلها جميلة قوي وطعمها كمان هايلة هايلة هايلة. اهي. واحدة كمان. فاحنا ممكن نقدم الميني باي بتاعتنا بشويه الجبنه، مثلا جبنه بيضه
او يتاكل زي ما هو كده، يعني ممكن تتاكل في الـ في الـ يعني صبح على فطار، او ممكن في وسط اليوم، او لو عندكم ضيوف جايين بالليل وانتوا عايزين تقعدوا وما تطبخوش كتير. دي وصفه سهله جدا، بتتعمل بسرعه وجميله قوي وكمان شكلها حلوه. فاحنا هنطلع فاصل سريع وهنرجع نعمل وصفه كمان، خليكم معانا.